تحت شعار الشرطة مرافقكم الدائم وقصد ضمان دخول مدرسي آمن، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا لمرافقة التلاميذ عند عودتهم إلى مقاعد الدراسة. يحمي المواطنين ها؟ وانت يا وراك هنايا؟ المدرسة. وين راهي المدرسة؟ وري هذه ساحة. سخرت كل إمكانياتها لتوفير التغطية الأمنية المحكمة والملائمة على مستوى المؤسسات التربوية، وكذا ضمان الإنسيابية للحركة المرورية. توعية الأطفال بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية مع احترام البروتوكول الصحي تعد من أهم التوصيات التي اعتمدتها مصالح الأمن للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ وأوليائهم. بتقديم توصيات للتلاميذ بضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، تم توزيع أقنعة وقائية للتلاميذ، مطويات وإرشادية حول السلامة المرورية. المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بدورها نظمت حملة تحسيسية وطنية للحماية من حوادث المرور بتعزيز التواجد الميداني تحت شعار الدرك الوطني يرافقكم لدخول اجتماعي آمن. سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر مخططا أمنيا للتحكم في تدفق حركة المرور التي تعرف زيادة ملحوظة عبر الطرق الرئيسية والثانوية خلال فترة الدخول الاجتماعي من خلال تعزيز التواجد الميداني في الزمان والمكان المناسبين. تم توزيع مطويات لفائدة مستعملي الطريق تتضمن نصائح وإرشادات من أجل زيادة الوعي المروري. هي معالم العودة إلى الحياة الطبيعية في ظروف استثنائية بسبب مخلفات جائحة كورونا التي فرضت نظاما استثنائيا من الحجر الصحي، وعودة ميزها بروتوكول صارم.